والله يا نوع على شعور الإمارة كانت سهل الواحد يحكمها وتحكم فيها. شعوب فسدت يا أخواني فسدت. أي والله 40 سنة 40 سنة وأنا الرب والعلم ومكبر فيهم ولكن يلقون بعد الكلام. أنا من النت وصلي من النت. بعدين بقول لك ايه صوره فوق الشارع. الشارع السيبان.
يا خاصة هو وش يحكي كتار اللي رايحة الزورة اللي يا مرة غير يا فخامة الرئيس صحيح انه انت عندك معتقلين اثنين بس الاثنين بالصحراء احنا كل واحد عنده اربع خمس معتقلات وفجور بس موزعينهم بين البر والبحر والجبل من باب التعددية يعني وصلك وشك؟ التعددية شوف انا مساجيني عندهم ميزة ما عند اي حد في المعتقلات الاخرى ميزة؟ ميزة؟ نعم انا المساجين اللي عندي يحلمون يحلمون؟ انت شلون تخليهم يحلمون؟ انت ما تدري ان الحلم بداية الثورات؟ على ثورات بلا بقرات شوفوهم كيف وبعدين احكموا عليهم ¿Qué?
عليها سبقتنا عليها الله، وان شاء الله لما نرجع الحكم امين يا رب هنطبقها ونبوظها. اخواني الشعوب بتهمونا بحاجات كتير قوي، ما حدش شاف النغزه والعبره منها. نفى جميعها صحيح الشعب. انا قربنا يقولوا لي ان انا احرم شعبي من اللحم، اجوعهم يروحوا يشوفوا اللحم في اوروبا وامريكا، ايش سوى من الشعوب؟ كروش قدام كروش ورا كروش فوق. تعالوا شوفوا شعبي والله لما في المؤامرات نبغى نمسك واحد من الشباب الخربانين ما نقدر نمسكه، طاقة كبير. بناتنا يا رجال بناتنا كده، كيف تحبل تولد مش عارف. اللحمة هذا بعد ما خليتهم ياكلوا لحم ولا هموا اليوم هذي. لحم لا، لحم لنا بس. وش يعني؟ تبن. العافية عليهم. يا محمد الزعماء في أشياء كثير يجب أن تتبدل طريقة تعاملنا معها لما نرجع الحكم إن شاء الله. ولسه المخلوق، أما بالنسبة للطول الله يسامح اللي